يا شيخ هذول الشباب اللي قلت لك عنهم اللي بيوتهم حول حارتنا ويا الله لك الحمد أن الله هداهم يبون يصيرون من شباب المكتبة فهذا هم عندك يا شيخ ما شاء الله ما شاء الله ومتى التزمتهم؟ الحمد لله يا شيخ الحمد لله أنا التزمت قبل يومين وأنا زيه التزمت قبل يومين وهداني الله لأنه صديقي ما شاء الله ما شاء هذا تأثير الصحبة الصالحة والآن ما شاء الله الشباب ولله الحمد فيه ازدياد والله يا شيخ كانوا معنا أيام المتوسط بس وقتها تقدر تقول إنه ما كانوا ملتزمين لنا كنا داخلينها غصبا عنا لكن الحين التزمنا صدق وترى يا شيخ الفترة اللي كنا مع جماعة التوعية فادتنا لأنهم دائما يتكلمون عن الجهاد وإن الدين يبيله واحد قوي ما عليكم يا شباب الآن أنتم أصبحتم من شباب المكتبة وملتزمين دينيا الحمد لله يا شيخ علي ملاحظة عليك ثوبك يحتاج إلى تقصير لأن الإسبال غير مستحب لدى الملتزمين أبشر يا شيخ اليوم أروح الخياط وأقصر ثيابي كلهن وفقك الله وياك يا شيخ والله إن نفرح لانضمام أخوة جدد لنا لأن الله يكون أنقذهم من طريق الضلال إلى طريق الهدى الحمد لله يا أخوان